سؤالها الأول بتقول هم هي وزوجها يعيشوا كما كثير من الأسر السودانية في البيت الكبير مع أهل زوجها وحتى يخدموا مثلا إخوان زوجها وأبيه وكذا، ولكنها تلبس التوب يعني تحاول تستر بقدر الإمكان، فهل في هذا حرج شيخنا الكريم؟ نعم، لا حرج أن تكون الأسرة الكبيرة مثلا تسكن في منزل واحد يتسع لها كلها، لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية. يعني أولا تكون المرأة يعني لابسة لزيها الشرعي، هذه زوجة الأخ، لأن إخوانه في النهاية أجانب، ليسوا محارم لها، تكون لابسة لحجابها، يعني ما تأخذ راحتها كما تأخذ راحتها مع يعني محارمها. نعم. تكون كاشفة الرأس وكاشفة العنق والأطراف، لا تكون متحجبة. نعم. الأمر الثاني أن لا تكون خلوة يعني بين الواحد من إخوان الزوج، لأن في النهاية هو ليس من المحارم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت. نعم. وقد يأتي الخلل من هذا الجانب لكثرة التساهل في دخول الأقرباء وإن لم يكون من المحارم. الأمر الثالث أن يكون هذا البيت مريحا للأسرة، حيث أنه واسع والنساء مأخذات فيه راحتهن. نعم. حيث مكان النوم الحمام وكذا، يعني أحيانا يكون بيت يعني ضيقا شديدا، والمرأة تعاني من الضيق والحرج. الشقق الآن مقصود أن يعني يكون واسعا يسع جميع من غير ضيق شديد يسبب العنت. أكرمك الله شيخ. نعم. الكريم.